لأن ده عاوز شرح، وأنا خلاص الحمد لله اللي ربنا أعاني وجيت. أنا كنت النهاردة عندي برد شديد والحمد لله، بس كن أيوة بس دايما دايما رحم الله شيوخنا وألحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين، اللهم أمين. كان لنا شيخ جليل جاءنا وهو مريض، وأنا كنت طالب سنة رابعة في الكلية، فقلنا له يا شيخنا لماذا لم تبقى في بيتك؟ فقال لأن سلفنا الصالح كانوا يستشفون بطلب العلم. الله الله، يعني بيجي الدرس كأنه رحلة للعيادة، بيجي الدرس كأنه ايه رحلة. ادي الأمة عاشت بهذا المعنى.